بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاهدين الأكارم، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم معنا وبرنامج تراثنا. هذا البرنامج الذي يأتيكم من على شاشة قناة الولاية الفضائية. نتحدث اليوم عن علم من أعلام مدرسة أهل البيت وفقيه آخر من فقهاء هذه المدرسة العظيمة. نتحدث عن سيرة وحياة محمد بن الحسين بن علي بن محمد بن الحسين المعروف بالشيخ الحر العاملي، والمولود سنة 1033 للهجرة والمتوفى سنة 1104 للهجرة. محدث فقيه عاش في القرن الحادي عشر الهجري، صاحب مؤلفات عديدة، وأهم مؤلف للحر العاملي هو وسائل الشيعة. نتحدث عن هذه الشخصية العظيمة من خلال الحديث مع ضيفي الكريم الكاتب والروائي الأستاذ كمال السيد. أستاذ كمال، السلام عليكم وحياكم الله. عليكم السلام ومرحبا بكم وحياكم الله. أستاذ كمال، اليوم نتحدث عن الشيخ الحر العاملي. كيف نبدأ الحديث عن هذه الشخصية لكي تكون المدخلية لبحث في حياته وتفاصيل بعض جوانب حياة هذه الشخصية العظيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. تحية لكم ومشاهدينا الكرام. كما ذكرتم في المقدمة، الشيخ محمد الحر العاملي المولود في جبل عامل سنة 1033 هجرية، والمتوفى سنة 1104 للهجرة. ولات في المكان الذي نفي إليه الصحابي أبي ذر الغفاري عندما أبعد إلى الشام وسكن في دمشق، يعني فرضت عليه الإقامة الجبرية في دمشق، وأحدث نوع من التغيير. هذا الأول الذي كان الأول. نعم، في النفي هذا الذي أبعد فيه للشام. نعم. قرر معاوية بن أبي سفيان إبعاده إلى هذه المنطقة في لبنان في جبل عامل، ومن تلك الفترة بذرت بذرة التشيع ونشأت ونمت وأصبحت على ما هي عليه اليوم. يعني لولا أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه وانتقل ونفي إلى هذه المنطقة لم نشهد هذه الشخصيات التي برزت وخرجت. نعم، من يعني جبل عامل. جبل عامل نقطة مضيئة في تاريخ. نعم. الإسلام بما قدمته من علماء، يعني كثير من الشخصيات التي تحدثنا عنها في برنامج تراثنا، يعني أكثر الشخصيات خرجت من جبل عامل. يعني نعم. بدءا من الشهيد الأول محمد بن مكي. نعم. والشهيد الثاني، وأيضا شخصيات كثيرة، الشيخ بهاء الدين العاملي، علي الكركي، اتصور الشيخ الكركي. نعم. نعم. وهذه الأعمال الأعلام والقامات الشامخة في تاريخ الإسلام. نعم. كلها بدأت وانطلقت ونبعت من جبل هذه عامل. المنطقة المباركة حقيقة. طيب، نشير بداية إلى أن الصراع الصفوي العثماني ألقى بظلاله على هذه الفترة التاريخية. وحتى عندما نتطرق أو نشير إلى
حج الحر العاملي إلى مكة المكرمة ووقوع هذه الحادثة الأليمة حقيقة بعد تسرب أو يعني أخبار شائعة وأكاذيب حول محاولة الشيعة تلطيخ جدران الكعبة بالنجاسة، وتحالف العرب والأتراك على قتل أي شيعي في أي مكان. يعني الصراع الصفوي العثماني في تلك الفترة كان صراع مذهبي طائفي. نعم، صراع مذهبي طائفي طبعا، وين كان في هو في في مبناه الحقيقي سياسي، سياسي، لكن اتخذ الطابع المذهبي كوسيلة وأداة لقهر تصفية الحسابات. نعم، تصفية الحسابات. جميل. ويذكر التاريخ أن شخصية تدعى محمد بن سليمان هو الذي قام بتهريب أو إخراج الحر العاملي ومجموعة من الحجاج باتجاه اليمن. طيب، في هذه السنة في عام تتحدثون أستاذ كمال عن سنة 1088 للهجرة تحديدا، نعم، في الحج الثاني للحر العاملي، يقال في هذه السنة حدثت مجزرة قتل فيها الحجاج الشيعة وهنالك من هرب. نعم، وهذا تحديدا أن العرب والحاكم العثماني، نعم، تحالفوا على قتل أي شيء الذي كان يحكم مكة في تلك، نعم، الفترة، وفي أي مكان، في أي مكان. وقتل عالم كبير هو السيد محمد المؤمن الاسترابادي في مكة. نعم، في مكة في موسم الحج. هذا النفس كان موجود طبعا، وألقى بظلاله على طبيعة العلاقات بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية. طبعا ألفت رسائل وأطلقت فتاوى كثيرة بتكفير الشيعة في هذه الفترة. يعني هناك رسالة ألفت في إسطنبول تعتبر قتل الشيعة أكثر ثوابا من قتل الكفار في أوروبا، وأن الحرب مع الدولة الصفوية أكثر ثوابا من القتال في الجبهة الأوروبية مع الكفار. نعم، يعني محمد عبد الوهاب عندما برزت شخصية محمد عبد الوهاب إمام إن صح التعبير الوهابية بعد سقوط الدولة العثمانية، وكأنه استمد هذه السياسة من الدولة العثمانية وطبقها فيما بعد في منهج وفي في في محاربة الإسلام المسلمين. طبعا الاستعمار لم يخلق الحركات، يعني على سبيل المثال داعش صنعتها أمريكا حقيقة، ولكن هي موجودة في طيات الكتب، لم تأتي عن فراغ. أيضا المذهب الوهابي، يعني حتى خط الوهابية، نعم، الوهابية لم يبدأ من محمد عبد الوهاب. نعم، قبل محمد عبد الوهاب كان نفس الوهابي موجود. نعم، هذا الفكر ابن تيمية موجود، وبعضهم يرجعون جذوره إلى أحمد بن حنبل. يعني الفكر الحنبلي موجود طبعا، وحتى وإن الوهابية التاريخية في بعض الفترات التاريخية قد كفروا الحنابلة أيضا. نعم، يعني في 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 عهد العباسي، في الحكم العباسي، حدثت هذه الصراعات والنزاعات الطائفية، وكان مثلا الحنابلة كفروا الشيعة والشافعية معا، وحدث هجوم على الشافعية وحدث هجوم على، وجاء أحد الأساتذة الشافعية وأعلن أن أحمد بن حنبل، أتباع أحمد بن حنبل كفار، واستشهد أن أحمد بن حنبل إنسان مؤمن ولكن أتباعه كفروا. كفروا وما كفر سليمان، واستشهد بهذه الآية، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعني هذا الصراع موجود. أقصد أنه مثلا الاستعمار البريطاني استفاد من هذه التوجهات وصار يشاهد الحركات. محمد بن عبد الوهاب، نعم، كان في البصرة، والاستعمار ركز عليه وانتخبه وشجع على هذا التفكير، غذى هذا التيار. نعم، غذى هذا التيار وانتقل، نعم، إلى الحجاز وانطلقت الحركة الوهابية. طيب، شخصية السيد موسى بن سليمان أو بن سلمان في بعض المصادر من أشراف مكة. نعم، من أشراف مكة، يظهر أنه كان له اليد الطولة في مكة، كان في له نفوذ كبير. نعم، وطبعا لا توجد مدونات
التاريخية تشير تحديدا أن عملية إنقاذ الحر العاملي ومجموعة كبيرة من الحجاج كان بتهريبهم إلى اليمن أو لا بوساطة وخروجهم من المعتقل وانتقلوا إلى اليمن. نعم طبعا الحر العاملي 40 سنة في جبل عامل ثم يزور العراق زيارة العتبات المقدسة ثم يدخل إيران في هذا العام في يعني سنة في 1073 الهجرة. نعم لكن لا ندري هل توجه إلى أصفهان والتقى الشاه في هذه الفترة أو بعد زيارته إلى مشهد حدث اللقاء، لأنه إذا اتفقنا على أن اللقاء حدث في سنة 1073 فهذا يعني أنه التقى صفي شاه. والحقيقة أنه كما يقول الأميني العلامة محسن أمين العاملي أنه التقى شاه سليمان، نعم، وربما التقى شاه صفي أيضا. أنا وجدت بعض المصادر أستاذ كمال تقول أنه بعد أن هرب من مكة إلى اليمن ومن اليمن انتقل للعراق، ذهب من العراق إلى أصفهان، وأثناء ذهابه إلى أصفهان التقى بالشاه الصفوي. الشاه الصفوي طبعا إذا كان الشاه الصفوي نعم يعني في هذه إذا كان هذا اللقاء يعني يكون في عهد صفي شاه نعم لا يستبعد المرء طبعا حدوث هذا اللقاء واللقاء متكرر مع شاه سليمان الذي أشار إليه السيد محسن الأمين العاملي في كتابه أعيان الشيعة، وأنه التقى هذا الشاه في هذه الفترة يعني في عهد سليمان الصفوي. نعم نعم لكن دعنا نذهب إلى شخصية الحر العاملي. جيد. شخصية الحر العاملي حقيقة في هذه الفترة كان هناك صراع. نعم. صراع محتدم جدا ساخن بين الفقهاء والصوفية. وكان داخل المؤسسة الفقهية الدينية أيضا صراع. في داخل المؤسسة الفقهية نعم. الدينية. نعم. داخل أيضا. الصراع حول ماذا كان الصراع؟ كان مثلا حقيقة هو انعكاس الصراع السياسي بين الفقهاء والمتصوفة. يعني أنت إذا مثلا تشاهد فقيها يهاجم الذين يغضون النظر ويعتبرون الغناء عملا إباحيا، هم في الحقيقة يواجهون التصوف ويهاجمون التصوف والمتصوفة الذين يعني حتى الفتاوى كانت تلقي بظلاله على الشارع في تلك الفترة. كان صراع يعني بوجود المصوفة والمتصوفين يعني مثلا شخصية محمد تقي المجلسي والد العلامة المجلسي كانت تثير كثير من التساؤلات باعتبار أن هذه الشخصية كان لديها توجهات صوفية كما يقولون. وحتى العلامة باقر محمد باقر المجلسي دافع عن والده وقال أنا أراد أن يختلط بهم حتى لا يستوحشون من أفكاره وآرائه، ولما علم بضلالهم هاجمهم وكفرهم. بعضهم يقولون أن اتجاهاته في الحقيقة عرفانية كانت وليست تصوفية باعتبار المتصوفة كانوا يدعون إلى الانفصال عن الشريعة، يدعون إلى الطريقة والاكتفاء بالأذكار والأوراد وبعض الممارسات التي لا يوجد فيها أثر للشريعة أبدا. يعني لا كما ذكرتم في حلقات سابقة يستخدمون السحر والشعوذة أيضا في طبعا كثير اقتربوا إلى هذه الحافة وسقطوا في هذه الهاوية حقيقة. نعم. يعني أصبح هناك خلط بين المتصوفة والسحرة أيضا ومشعوذين، يعني تجده يتظاهر بالتصوف ولكنه هو الحقيقة ساحر يمارس السحر. الشيخ المجلسي لم يكن الشيخ محمد تقي المجلسي لم يكن من هذا والد محمد باقر. نعم والد العلامة. نعم. ولكن يؤخذ عليه أنه كان مثلا عندما شرح وترجم ترجم من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق تحت عنوان روضة المتقين بتوجيهات من الشاه عباس الثاني
أنه من الضروري أن يكتب الفقهاء ويؤلف الفقهاء بالفارسية، لأن لغة المجتمع الإيراني هي الفارسية. صحيح. فيكون توجه إلى هذه الشريحة. وقد سار على هذا أيضا العلامة محمد باقر المجلسي أيضا، وانتخب من بحار الأنوار مثلا قصة بلوهر ويوذا سيف، هذه القصة الرائعة جدا والتي يمكن أن يستدل المرء على أنها مصدرها الأساسي هو الإمام المعصوم، وتحديدا الإمام الحسن العسكري، لأنها وردت في سلام الله عليه في روضة، يعني من خلال تفاصيل هذه القصة. نعم، من خلال، هي قصة أخلاقية طبعا. نعم. قد نتعرض لها بالتفصيل في حديثنا عن العلامة محمد باقر المجلسي في الحلقات القادمة بإذن الله. إن شاء الله. أثارت هذا الجدل، وكان هناك صراع بين الفقهاء والتوجهات الصوفية إلى حد التكفير. نعم، لأن حقيقة المتصوفة ذهبوا بعيدا وكانوا يدعون إلى الطريقة والانفصال عن الشريعة، الطريقة التي تقود إلى الحقيقة، وأصبح لهم هيكلا تنظيميا. نعم، هيكلا تنظيميا، بحيث أن المرء عندما يصل إلى درجات عالية في التصوف لا يمكن أن يهبط منها، في حين هذا يصطدم مع جوهرة الرسالة الإسلامية، الإنسان يؤمن ثم يكفر ثم ينافق، إن الذين كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا، يعني ثم آمن. الأصمة للإنسان إلى مدى الحياة. نعم. في بعض الأحيان يكفر وإن كانوا آمنوا، كثير من آمنوا وكفروا ثم ازدادوا كفرا. يعني هناك تقلبات، يعني تعرضنا لهذا بشيء من التفصيل حول شخصية الزبير بن العوام الذي كان من الحواريين ثم شهر السيف بوجه الإمام علي سلام الله عليه في معركة الجمل. نعم. طبيعة الشيخ الحر العاملي طبعا تركيزه على الأحاديث والروايات. كان لديه مؤلفات في هذا الجانب، مثلا حتى في كتاب وسائل الشيعة، يعني وسائل الشيعة موسوعة كبيرة جدا، 36,000 تقريبا. نعم، موسوعة كبيرة جدا، حديث ورواية مع السند ودقيقة. نعم، حتى أنه طبقها 3 مرات حتى لا يبقى أي احتمال ثغرة. نعم. نعم، في هذه الأحاديث ونسبتها إلى أمة، ومقسمة بشكل فقهي، يعني من الطهارة والعبادة، ولذلك المجتهدين مختلفة. طبعا المجتهدين يستندون إليه ويرجعون إلى هذه الموسوعة الكبيرة، لأنها موسوعة حديثية فقهية. وفيها حديث عن الطهارة، في حديث عن العبادة، وهكذا في كل مجالات باب من أبواب هذا. نعم، الكتاب مقسم. لديه طبعا مؤلفات كثيرة، أساتذة كانوا والده وعمه في الرواية، ثم المجلسي محمد تقي المجلسي أيضا في الرواية، باعتبار أن الشيخ محمد تقي المجلسي كان توجه روائي، وفي ظهوره وظهور نجل محمد باقر المجلسي انتعش التيار الإخباري الذي استفاد منه واستغله المتصوفة في عادة تنظيم قواهم في مواجهة الفقهاء. طبعا استمر الصراع، وانتقل الصراع داخل المؤسسة الفقهية بين الاتجاه الإخباري هذه المرة والاتجاه الأصولي، ليحسم على يد الوحيد البهبهاني لصالح الاتجاه الأصولي. الأصولي. نعم. بعد طبعا في حواره مع العلامة البحراني. أيضا لديه آثار منها الجواهر السنية في الأحاديث القدسية. جمع الأحاديث القدسية، وأيضا لديه الصحيفة الثانية، يعني الصحيفة السجادية الثانية. نعم. وفيها الأدعية المنسوبة إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه. سلام الله عليه. سماها الصحيفة الثانية. وأيضا لديه ديوان شعر هو الإمام زين العابدين، يعني أشعار الإمام زين العابدين جمعها. وهذا نقطة نحن غافلين عنها حقيقة، الإمام زين العابدين لديه من الأشعار بحيث يصبح هناك ديوان له ينسب إليه.
سلام الله. والحر العاملي لا يجمع هكذا، يعني هو راجع المصادر الأساسية من الكافي إلى من لا يحضره الفقيه، إلى الاستبصار، إلى التهذيب، وإلى 70 كتاب من الدرجة الأولى جمعها، حتى استخرج هذه الأبيات، استخرج هذه الأشعار من هذه المصادر. نعم. وتحت هذا ديوان الإمام زين العابدين، وهذه لحد حتى هذه اللحظة نحن نغفل عن هذه المسألة، هذا الجانب في حياة الإمام زين العابدين سلام الله سلام عليه. الله عليه. نحن عندما نذكر الإمام صلوات الله عليه تتداعى في أذهاننا الصحيفة السجادية والدعاء. صحيح؟ صحيح. لكن هذه الأشعار، وفي الحلقة السابقة أتذكر أنه قرأنا بعض الأبيات المنسوبة للإمام زين العابدين التي يذكرها الفيض الكاشاني في كتابه إحياء الإحياء أو إحياء أو المحجة البيضاء في إحياء علوم الدين. موقف الحر العاملي أيضا موقف شديد جدا تجاه الغزالي، ويعتبر أنه جواز الغناء، طبعا هو يحرم الغناء مطلقا حتى لو تضمن أشعارا في مدائح البيت، ويعتبر هذا التهاون والإباحة إنما جاء تأثرا بموقف الغزالي من الغناء الذي أباحه إذا كان يتضمن هذه الأشعار مثلا في المديح النبوي إليه، يعني هو يقولها صراحة مسألة الإباحة الغناء. هذا الجدل بعض الملاحدة من المخالفين كالغزالي يتعرض له بالاسم. أيوة. والعجيب لا. استدلال بعض الصوفية على اختصاص تحريم الغناء تقليدا لبعض العامة على أساس أنه الغناء المحرم هو الغناء الذي يكون في مجالس الطرب واللهو. طيب. أما الأذكار في الأعراس على سبيل المثال وتذكر في مدائح للنبي، هذا لا بأس به حتى لو كان فيها إيقاع، والفيض الكاشاني يذهب إلى هذا. ولكن الحر العاملي يخالف. نعم، يتعرض ويهاجم الفقهاء الذين طبعا الموقف من الغناء قسمين، كان محرم يحرم بالمطلق، وأعتقد أنه زعيم الحر العاملي، وموقف آخر كان يبيحه إلى حد ما. أما الموقف من صلاة الجمعة فهو يوجبه عينا، في حين بعضهم يحرمه باعتبار أنه صلاة الجمعة لا تقام إلا بحضور المعصوم. المعصوم سلام الله عليه. فريق ثالث من الفقهاء وقف في منتصف المسافة، وكان ربما يجامل الطرفين أو الجانبين، ويقول إذا أقيمت صلاة الجمعة فمن الجائز المشاركة فيها إذا أقيمت. لا يدعو إلى إقامتها ويوجبها ولا يحرمها، ولكن إذا أقيمت يجوز للمرء أن يشارك في صلاة الجمعة. طبعا من أيضا من آثار الإيقاظ من الهجعة في البرهان على الرجعة، ومع واضح من عنوان الكتاب من يؤمن يتحدث عن رجعة أهل البيت سلام الله عليهم، ويجمع 600 حديث و64 رواية يثبت بها الرجعة. نعم يثبت بها ويرد على الشبهات. ألفها في سنة 1075، يعني بعد وصوله إلى إيران. وصوله إلى إيران أستاذ كمال في سنة 1073 انتقل من لبنان إلى العراق، وزار بعد زيارة تكمال زيارة العتبات المقدسة عاد إلى زيارة مشهد الإمام الرضا سلام الله. نعم. عليه. يعني كأنه بقي في سنة 73 في مشهد إلى سنة الحج سنة 87، ما يقارب 14 سنة تقريبا. أنا يعني سبب طبعاً استقراره في 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 أنا أتصور أنه ذهب إلى الحج، ذهب إلى زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، ولكنه لم يستقر. لم يهب. نعم. وعاد إلى أصفهان. لماذا؟ لأنه في تلك الفترة كانت مشهد مهددة بالغارات الأوزبكية، كان الأوزبك
في حالة مستمرة من الإغار، وتم احتلالها في عهد قبل عباس، في عهد خذابنده. نعم. والد شاه عباس، واستعادها طبعا شاه عباس الأول استعاد. نعم. خراسان في تلك الفترة. في تلك الفترة. نعم. وذهب إلى زيارتها وعاد الجواهر المنهوبة، وكان بمعيته الشيخ البهائي، الشيخ بهاء الدين العاملي. الحر العاملي في مشهد شعر بضرورة التواصل مع المؤسسة الحكومية، مع المؤسسة الحاكمة. نعم. لترشيدها. يعني شيخ البهائي كان مو صحيح، كان شيخ الإسلام وكان ركن من أركان النظام. طيب. في الدولة الصفوية، لكنه كان يرشد، وتعرضنا في الحلقات في الحلقة كان دور إرشادي تربوي. نعم. كان يرشد، يعني كان ينتقد الشاه مثلا على إقامة مراسم عيد نوروز في مع التي التزامت مع عاشوراء. نعم. وانتقده على قتل ابنه صفي ميرزا الذي لم يجرى أحد على رشد، وبقي 6 ساعات يتقدم إليه سؤال حال الشيخ البهائي. نعم. نعم. الحر العاملي أيضا اتصل بالمؤسسة الحاكمة في رأيي، باعتبار هو الرجل معروف بزهده، يعني لم يبقى بمشهد في تلك الفترة، ما استقر بمشهد. نعم. عاد إلى أصفهان والتقى الشاه في رأيي على الأقل بعد وفاة صفي شاه. صفي شاه هذا كان حقيقة يعني هو الذي بذرة سقوط الدولة الصفوية. لماذا؟ لأنه جاء صفي شاه حقيقة هو حفيد شاه عباس. جميل. خلينا نتوقف أستاذ كمال عند هذه الفقرة والفقرة، ونعود لها بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا فاصل ونعود إليكم. أنا الشيعي، أنا الشيعي، أنا الشيعي وبالقرآن إيماني غدا نهجا. أنا الشيعي ولي حب النبي المصطفى ملجأ. أنا الشيعي وفي عشقي لآل المصطفى من جاء. أنا الشيعي وهل في غير آل الله من يرجى. أنا الشيعي، أنا الشيعي ولا أرضى بغير المرتضى حيدا. أنا الشيعي يقيني فيه من قطر السماء أكبر. أنا الشيعي ولن يثنيني عن عزمي هوى المنكر. أنا الشيعي غدا أسقى زلالا من ندى الكوثر. أنا الشيعي، أنا الشيعي فخور إنني للمرتضى أنسب. أنا الشيعي وهذا يا ذوي الألباب ما يطلب. أنا الشيعي ويا لله ما أحلاه، ويا لله ما أحلاه من أنا الشيعي غدا في الحشر لا ألقى للضيع الهم. أنا الشيعي. تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم في القسم الثاني من برنامج تراثنا، والحديث يتواصل مع ضيفي الكريم حول شخصية الشيخ الحر العاملي. أرحب بكم أيضا أستاذ كمال.
قبل الفاصل كنتم تتحدثون عن التقاء الحر العاملي في مدينة أصفهان بصفي شاه. نعم نعم. قبل هذا أنه نتحدث عن شخصية صفي شاه حقيقة، لأن أثر كبير جدا في سقوط الدولة الصفوية. صفي شاه حقيقة هو ابن صفي ميرزا الذي شاه عباس والده أمر بقتله في رشت، وبقي في الأوحال 6 ساعات إلى أن جاء الشيخ البهائي وأمر بنقله وتجهيزه ودفنه. طيب، فهو شهد مقتل والده، هذه المأساة بقيت مرتسمة في ذهنه. شاه عباس أراد أن يكفر أو يريح وجدانه من خلال إسناد ولاية العهد إلى حفيده سام ميرزا الذي لقب نفسه بصفي شاه. صفي شاه حتى يبقي ذكر والده موجود، والده القتيل. أتصور طبعا انتخب هذا اللقب صفي شاه، هو اسمه سام ميرزا ابن صفي ميرزا ابن شاه عباس. نعم. شاه عباس أمر بقتله على هذا النحو المؤسف جدا، وبقي هذا المشهد ربما ماثلا في ذاكرتي. نعم. ولذلك كان يعني امتاز بقسوة شديدة، يعني كان ذئب بمعنى الكلمة. في كتاب الجمهورية أفلاطون يقول: من يقتل ظلما وعدوانا ويذق بلسان وفم دنسين دماء أهله ويشردهم ويقتلهم، فمن المحتم أن ينتهي به الأمر إلى أن يصبح طاغية ويتحول إلى ذئب. وأيضا لديه: إذا ذاق المرء، هذه إحدى الأساطير ربما اليونانية، إذا ذاق المرء قطعة من لحم الإنسان فإنه يتحول إلى ذئب. هذه موجودة، هذه التصريحات من أفلاطون صاحب كتاب الجمهورية. طيب، بدأ حكمه بقتل زوجته وابنته صفي شاه. نعم. ثم عاد إلى أحفاد شاه عباس، أحفاده يعني أولاد عمومته، وبدأ بسم عيونهم وقتلهم. الله، بعضهم كان مثل سمل عيون عميه، وأودعهم في السجن ثم أمر بتصفيتهم. وعندما لاموا على ذلك قال: لا فائدة من وجودهم، بهذا التبرير. يعني كأنه ينتقم إلى مقتل والده. لا أدري يعني. نعم. كان قاسيا بشكل حتى أنه أمر بقتل أحد القضاة وقطع يديه ورجليه وصلبه، إلى هذا الحد. أحد القضاة، فكان قاسيا جدا عدوانيا، وإن كان طبعا في على صعيد العمران، ازدهار العمران، لا، كانت الأمور تمضي على يعني باستقرار، يعني كانت الدولة مستقرة حقيقة. نعم. لكن في رأيي أنه بذر بذور سقوط الدولة الصفوية، باعتبار أنه هنا كان صراع ساخن بين الفقهاء والتصوفة داخل المؤسسة الفقهية. أيضا كان هناك صراع، كان هناك نزاعات، هناك أيضا كان على الحدود الدولية كانت مناوشات، كانت حالة حرب موجودة مع الهند، مع الأوزبك، مع الدولة العثمانية. نعم. لم تكن هناك يعني حالة استقرار تام، لكن كانت الازدهار العمراني كان يمضي قدما كما هو في عهد شاه عباس، حتى أصبحت أصفهان أجمل مدن الدنيا في تلك الفترة. نعم. كانت مدينة جميلة جدا في خلال ما بناه الشيخ البهائي من مثل من الآثار على سبيل المثال. نعم. في الحلقة على سبيل المثال. نعم. مسجد لطف الله، رائع من الفن الإسلامي بزخارفه ومنمنماته. الشيخ الحر العاملي كان بعيد عن المؤسسة الحاكمة، لكن رأى من الضروري أنه يتدخل. نعم، يتدخل بالشأن السياسي ويقترب من المؤسسة الحاكمة بهدف الترشيد، شأنه شأن الشيخ البهائي، لأنه سيرته الذاتية تقول هذا،
يعني كان رجلا تقيا زاهدا، وهذه أشعاره يترنم بها في مديح أهل البيت سلام الله عليه. حتى أشعاره كانت علمية، يعني لديه منظومة طويلة جدا في الإرث، لديه منظومة في الزكاة، لديه منظومة في تاريخ أهل البيت ومعجزاتهم وكراماتهم. هذه أشعاره كانت. جميل، نتعرض لهذه الأشعار وديوان الشعر الذي وضعه الحر العاملي. نهاية أو نتيجة التعامل الحر العاملي مع صفي الشاه إلى ما آلت إليه الأمور. نعم، في اللقاء استلم منصب في تلك الفترة. طبعا اللقاء الذي يشير إلى لقاء الحر العاملي مع الشاه الصفوي في أعيان الشيعة يذكر صراحة أنه التقى شاه سليمان الذي هو خليفة صحيح صفي الشاه، لكن لا يستبعد المرء أنه يكون التقى هذا صفي الشاه. نعم، صفي الشاه هذا الطاغية الذئب، لأنه كان سليمان شاه حقيقة يختلف تماما عن سياسة سلفه. ولذلك عندما دخل الشاه، ولا ندري تحديدا من هو صفي شاه أو سليمان شاه، ولكن أكثر مصادر تشير إلى سليمان شاه. نعم، ورأى الحر العاملي جالسا في قرب وسادة الوسادة التي يستند إليها الشاه نفسه شخصيا. نعم، وانزعج كثيرا، وعندما جلس قال بدون مقدمة: سمعت أنك من كبار علماء العرب، فما هو الفرق أو الفاصلة بين حر وخر؟ فأجابه على الفور دون تردد، دون تردد الوسادة، حتى أنه صدم يعني، ولم ينبس ببنت كلمة، ببنت شفة لم ينبس كلمة واحدة. يعني كان يعني صدم بشجاعته حقيقة، مع أنه هذا كان شاه يحكم حكم مطلق، كان يتدخل حتى في الشأن الديني إلى هذا الدرج، إلى هذه الدرجة. وكان يخاطبه الفقهاء بأعظم الملوك أو الملك المعظم وكثير من الألقاب. يعني التعامل مع الشاه وكأنه هو ملك العالم أو ملك الملوك، وإذا بهذا العالم العربي القادم من لبنان يقول له دون مقدمات أن الفرق بيني وبينك هو الوسادة فقط. نعم، ومعنى هذا أنه أنت الحمار. طبعا بالمناسبة هي منفردة فارسية خر تعني الحمار، أنت الحمار. يعني كان يقول له ما الفرق بين الحر وبين نعم هذه الفاصلة فقط الحمار. نعم، يعني والتي كانت تفصل بين الشاه وبين بين الحر العاملي. نعم، بين الحر وبين الشاه سليمان. نعم، نعم. طبعا اتجاه الصوفي كان اتجاه قوي جدا في تلك الفترة، ولذلك لديه مؤلف في الرد على الصوفية، لديه كتاب في الرد على الصوفية، حتى أنهم عندما يهاجم الذين الفقهاء الذين يرون إباحة الغناء باعتبار أن الشريعة سكتت عنه. نعم، فهو مباح كما يقول المحقق السبزواري في وقته، كان ينتقدهم وانتقد بشكل صريح تقريبا الفيض الكاشاني على موقفه من تجويز الغناء في المدائح النبوية في الأعراس حصرا، وذكر هذه القيم الدينية اللي تشجع على حب الله سبحانه وتعالى، على الإيمان بيوم القيامة يوم الحساب. في مقابل هذا كان الحر العامل له كان موقف شديد جدا من التصوف، لأنه يقود المجتمع إلى الانفصال عن الشريعة. ولولا هؤلاء الفقهاء، وذكرنا في الحلقات السابقة كيف أثنى الشهيد مرتضى مطهري على علماء جبل عامل، لولا موقفهم لكان مصير الدولة الصفوية هو مصير العلويين في تركيا وسوريا من الغلو، ووجود هذه الأذكار فقط دون وجود أي قانون ينظم
حياتهم. يعني علماء جبل لبنان هم الذين جبل ثبتوا عامل، نعم جبل عامل عفوا، هم الذين هم ثبتوا الذين أركان حفظوا الدولة الصفوية. نعم حفظوا المجتمع المسلم في إيران من الانهيار إلى هاوية التصوف. طبعا التصوف ولذلك نلاحظ كثير منهم شكل خطر، من تسلم منصب قاضي القضاة وشيخ الإسلام، حتى الحر العاملي أيضا أصبح في بعض قاضي القضاة في مشهد، قاضي القضاة في مدينة الدولة مشهد الصفوية. أنا بعض المصادر عندما التقى بالشاه سليمان أعطاه قاضي القضاة وشيخ الإسلام، شيخ الإسلام نعم نعم وقاضي القضاة في مدينة مشهد تحديدا. طبعا التصوف ما يزال مصدر خطر في إيران منذ ذلك التاريخ وإلى هذه اللحظة. يعني أنت البابية لم تكن تظهر لولا هذا التوجه الصوفي والمتصوفة. نعم البابية شو مثلا علي محمد الباب درس مدة مثلا في حوزة النجف، لكنه ابتعد شيئا فشيئا عن الحوزة وابتعد عن الفقه واشتغل بالأذكار. مثلا يقف 6 ساعات ويلهج ببعض الأذكار، 6 ساعات تحت الشمس الحارقة في شيراز، 6 ساعات متواصلة فوق سطح الدار. طيب وبعد هذا آمن أو صدق أنه باب الإمام المهدي. أوحى إليه البعض المستعمرون تعديدا من خلال شخص غامض جدا كان يبحث عن شخصية يكون لها دور في تأسيس حركة أو في تأسيس دين جديد، ووجده في علي محمد الشيرازي الذي كان كما ذكرت يقف 6 ساعات متواصلة يوميا تحت الشمس الحارقة ويشتغل ببعض الأذكار مثلا والأوراد، وصدق وآمن أنه الباب. ثم بعدها ادعى المهدوي أو ادعى أتباعه، وهذا طبعا موضوع معقد نتركه إن شاء الله إلى حلقات قادمة عندما نبحث في شخصية أحد العلماء الذين عاصروا الحركة البابية التي تطورت إلى فيما بعد الحركة البهائية وإعلان دين جديد ونسخ الشريعة الإسلامية. التصوف طبعا كان مصدر خطر، يعني حتى بعد الثورة الإسلامية كان لديهم أيضا تحرك، كانت بعض الحركات متصوفة كانت لديها مواقف ولديها تثقيف ولديها تشجيع للمجتمع الإيراني على اتجاه نحو التصوف. التصوف أيضا الغرب كان أيضا يشجع عليه بدعوى أن المتصوف هم فوق الأديان، ولذلك يوجدون كثيرا شخصية مولانا جلال الدين أو مولوي أو ابن عربي، حتى ابن عربي نعم نعم يمجدون هذه الشخصيات لأنها فوق الأديان. ومثلا أيضا مثلا يهتمون بالبوذية، البوذية ديانة لا تؤمن بالله، تؤمن بالوصول إلى الحقيقة المطلقة أو حالة النيرفانا يسموها حالة النيرفانا. ولذلك مثلا كان نيتشه الفيلسوف الألماني يمجد البوذية، وهو الذي أعلن في كتابه لقد مات الله. يعني فيلسوف ملحد كان ينظر للإلحاد، كان يمجد في نفس الوقت البوذية. لماذا؟ لأن البوذية لا تؤمن بالله، تؤمن بحالة هذه حالة التصوف، حالة هذا التدرج الروحي والوصول إلى الحقيقة المطلقة، حالة الصفاء المطلق التي يسمونها تتطور شيء فشيء ولا يمكن لها أن تنزل. نعم نعم التصوف دائما كان مصدر خطر، ولذلك الفقهاء كانوا في حقيقة كانوا يتوجسون خيفة من المتصوفة. وعندما ظهر الشيخ محمد تقي المجلسي حقيقة انتعش هذا التيار، لأن كانت لديه توجهاته وحقيقة عرفانية. عندما تقترب من الشيخ محمد تقي المجلسي حقيقة لا تجد هذه الحالة الصوفية، لأنه كان يمجد أهل البيت، كان يبحث في أحاديثهم ويشرحها ويترجمها، ولم يكن يعني صوفيا بالمعنى الذي يعني كان سائدا. يمكن يكون تعامل ياهم في بعض الأحيان من باب التقية مثلا، قد يكون في بعض الأحيان
ذكر والده صراحة نعم العلامة محمد باقر المجلسي أنه كان يخالطهم حتى لا يستوحشون من آرائه فيما لو انتقدهم، وعندما وجدهم أنهم وصلوا إلى حد لا يمكن الاستمرار معهم هاجمهم وكفرهم أيضا. لكن البعض يستند إلى روضة المتقين ويجد هذه الإشارات التي تمجد هؤلاء الناس، مثلا هؤلاء هو في الحقيقة هناك فرق بين العرفان والتصوف، هناك جدار رقيق جدا يعني، والتصوف هم هذه الحالة من الذكر والمناجات، لكن هم يبتعدون عن مناجات أهل البيت. مثلا لا تجد في أذكارهم مناجات أهل البيت، مناجات الشعبانية ومناجات الإمام زين العابدين أو الأدعية، لديهم أذكار خاصة. ولذلك المتصوف الذي يعيش في مجتمع شيعي يجامل الشيعة ويمجد أئمة الشيعة، وعندما يعيش في مجتمع ومحيط سني يمجد الشخصيات السنية والرموز السنية ويمدحها ويورثها في أذكاره. لديهم حقيقة هذه الحالة موجودة لدى المتصوف، وهم يعتبرون نفسهم فوق الشريعة ويدعون المجتمع للانفصال عن الشريعة. لديهم مناسك خاصة وأذكار خاصة وممارسات خاصة بهم، ولديهم فيما بعد تطور هذا إلى هيكل تنظيمي بحيث يصبح الإنسان قطبا ثم يبقى في هذا يبقى المكان في هذا المقام. نعم في هذا المقام. جاء تيمون لك أيضا شجع على هذا الاتجاه الصوفي، واستغل طبعا المتصوف شخصية كبيرة جدا مثل محمد تقي المجلسي الذي اهتم بأحاديث أهل البيت، وأيضا محمد باقر المجلسي العلامة محمد باقر المجلسي، واستغلوه إلى وفي الورد اتجاه الإخباري الذي ظهر منافسا للاتجاه الأصولي، منافسا ومتحديا للاتجاه الأصولي. نعم. وانتقل الصراع حقيقة، هو صراع بين المتصوف والفقهاء، لكن انتقل إلى داخل المؤسسة الفقهية بين الاتجاه الإخباري والاتجاه الأصولي الذي استمر وبلغ الذروة في مناظرات الوحيد البهبهاني مع العلامة البحراني. جميل. في الدقائق الأخيرة أستاذ كمال خلينا نتحدث عن ديوان، بالرغم من أنه الحر العاملي كان عالما فقيها محدثا راويا، إلا أنه تذكر المصادر التاريخية بأنه لديه ديوان من الشعر تقريب ما يقارب 20,000 بيت من أبيات الشعر. نعم. هل حفظ هذا الديوان بداية؟ هو حقيقة شاعر كبير. نعم. حفظ هذا الديوان اليوم؟ موجود هذا الشعر طبعا موجود. موجود ديوانه، لكن للأسف الشديد لم أطلع عليه. لكن لديه أيضا، هو أراد أن يبدو عالما أكثر منه شاعرا، ولديه هذان البيتان من الشعر: علمي وشعري اقتتلا واصطلحا. الله أكبر. علمي وشعري اقتتلا، لأنه ألف 20,000 بيت من الشعر، وهذا ليس بالقليل. فخضع الشعر لعلمي راغمة، العلم يأبى أن أعد شاعرا والعلم يرضى أن أعد عالما. وظهرت هذه الشخصية. طبعا شعر ينقسم إلى قسمين: قسم أبيات قصيرة في تاريخ المحصومين، وأيضا لديه منظومة شعرية في الزكاة، فقه الزكاة يعني، ليس في فقه الزكاة، ولديه في المعاني والبيان أيضا ولديه منظومة في الميراث، منظومة طويلة جدا، وهو موضوع فقهي معقد وعميق. يعني حتى الأشعار كانت تحمل مواضيع فقهية. فقهية وعلمية. وعلمية. لديه أيضا منظومة في الهندسة والرياضيات. في هذه الأشعار. نعم. ولديه منظومة في الأخلاق وأصول الفقه والكلام والنحو والصرف، وأيضا جمع ديوانا للإمام زين العابدين. سلام. وهذه نقطة نحن غافلون عنها حقيقة، أن يكون للإمام زين العابدين شعر كثير بحيث يصبح ديوان. مستوى ديوان.
يعني شخصية الحر العامل حقيقة جمعت بين العلم والأدب، لكنه أراد أن يكون عالما أكثر منه أكثر مما يكون شاعرا، هذا ما يذكره التاريخ. طيب في تسميته في الحر العاملي، بعض المصادر تشير إلى أن نسبه يعود إلى الحر الرياح، الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه، الذي استشهد في معركة الطف مع الإمام الحسين سلام الله عليه، والذي رثاه الإمام الإمام علي زين العابدين. هم يقولون علي، وأعتقد أنه علي الأكبر شقيق الإمام زين العابدين أو أخ الإمام زين العابدين. لنعلم الحر حر بني رياحي صبورا عند مشتبك الرماح، ونعم الحر إذ فادى حسينا وجاد بنفسه عند الصباح. سلام الله عليه. نعم، هذا هو الحر، وحقيقة كان على سيرته ونسبه الحر. إذا النسب يعود للحر بن يزيد الرياحي. نعم، يعني حتى قد تكون تسميته بالحر العاملي. نعم، هو يفتخر أن يكون من ذرية ومن نسل الحر بن يزيد الرياحي، هذا الضابط الكبير الذي قرر أن يكون مع الحسين في اللحظات الأخيرة، وهذا كان خيار صعب جدا، صعب جدا. حتى كان يقول خير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا، مع أنه كان يواجه تحدي، لأنه عندما ذهب في هذه الدورية ويقود 1000 فارس طلائع الجيش الأموي، يعني هو كان يواجه ويقود تحدي وهو في مرصد كبير في الدولة، في مرصد كبير، وسمع هتافا. نعم، سمع صوتا يبشره بالجنة، وهو في طريقه لإلقاء القبض أو منع الإمام من دخول الأراضي العراقية أو من وصول إلى الكوفة. في هذه اللحظات سمع هذا النداء، ومع ذلك لم يختر بهذا النداء، وإنما واجه الحقيقة. يقول في نفسه: ويل للحر يبشر بالجنة وهو يذهب إلى قتال ابن رسول الله. الله، مع ذلك قرر في هذه اللحظات في صبيحة عاشوراء، وقد اصطف الجيشان لهذه الملحمة العظيمة، قرر الحر الرياحي أن ينحاز إلى الإمام الحسين ويتقدم إليه تائبا منكسا رأسه. وبالرغم من وجود العدة والعدد للعدو، كان يعلم بأنه يقتل، ولكنه اختار سوف يمزق إرادة، ولكنه اختار أن يكون شهيدا مع الحسين، ممزقا مع الحسين، عن أن يكون خالدا مع الطغاة رضوان الله تعالى عليه. وأتصور أن الحر العامل في موقفه من الشاه الصفوي، ذلك الذئب الطاغية، إذا تصورنا أنه صفي شاه، هذا الموقف الباسل يعبر، نعم، يعد انعكاسا قويا واضحا لشخصية الحر الرياحي رضوان الله عليه. رضوان الله تعالى عليه. في دقيقة من الوقت نتحدث عن وفاة الحر العاملي، كانت في مدينة مشهد، في مدينة مشهد، ودفن أيضا في حرم الإمام الرضا سلام الله عليه، في أحد الأروقة، وفي سنة 1104 للهجرة. كانت وفاته طبيعية، لم تكن، لا، كانت وفاته طبيعية، وناهز 71 من العمر رضوان الله عليه. وبعد أن ترك هذه الآثار وفي طليعتها هذه المؤسسة الموسوعة الضخمة وسائل الشيعة التي اجتمعت، ما تزال إلى يومنا هذا مصدرا أساسيا لكل الفقهاء. نعم، المجتهدين. ترجمت أيضا في عدة لغات. نعم، ترجمت في لغة واحدة، كثير من اللغات. نعم، ورضوان الله عليه كان موسوعيا في علومه، شأن وشأن علماء سابقين من السلف، من الشيخ البهائي وغيره. نعم، الأستاذ كمال السيد الكاتب الروائي، شكرا لكم أستاذ كمال، انتهى وقت البرنامج، ولنا إن شاء الله في الأسبوع القادم لقاء وشخصية أخرى من شخصيات مدرسة أهل البيت. شكرا لكم بإذن الله تعالى. وشكري أيضا موصول للمشاهدين الكرام، مشاهدينا، إلى لقاء قريب، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.